السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة مباركة للجميع. خلال يوم الغد نسبة رطوبة عالية، خلال الصبيحة ضباب سيسود تقريبا جل السواحل لينقشع فسيحل أجواء مشمسة، بينما مع المرتفعات والهضاب السحب ستنتشر ستزداد كثافة خاصة على الهضاب العليا الغربية، احتمال لبعض الأمطار وتكون تحت توقع الرعود إن شاء الله، كذلك على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتوسيلي. خلال هذه الليلة إن شاء الله وخاصة صبيحة الغد مقاييس ما بين 20 إلى 23 درجة، ننتظر 27 درجة على كل من غردايا، كذلك بشار حتى على ولاية إليزي، 31 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة إن شاء الله، خلال ظهيرة الغد بعد الزوال درجة الحرارة تبقى فصلية، مقاييس ما بين 30 لغاية 31 درجة على السواحل، ننتظر 38 درجة على ولاية غيليزان، 40 درجة على كل من بشار وإليزي، ترتفع لغاية 46 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب شرقا مع رياح ضعيفة، بينما بحر مضطرب محليا على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح من معتدلة إلى قوية نسبيا خاصة على الواجهة الساحلية الوسطى تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة، درجة حرارة مياه البحر تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية. أمطار رعدية إن شاء الله أحيانا غزيرة على سنغافورة مع 30 درجة، أجواء كذلك مطيرة على مانيلا مع 32 درجة، طقس ممطر كذلك على هونغ كونغ كولومبو داكا مع 31 درجة، طقس حار على بكين مع أجواء مشمسة مع 41 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:09، أمسية طيبة للجميع.